مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الخاص ببرمجة البوفر داخل منصة نود جي اس. ما هو البوفر؟ فالبوفر فهو قطعة من الذاكرة يتم استغلالها لتخزين معلومات كالبينار الخاصة بفيلم أو صورة أو ملف نصي. فأغلب التطبيقات داخل نود جي اس فهي مبنية على مفهوم البوفر، مثلا var file equal fs. سنقوم بقراءة ملف باستخدام read file read tier read file. فريد فايل 5 تعطينا تقوم بقراءة ملف وإرجاع القيمة للفاريابل. نقوم بهكذا ملف معين var file utc hosts. سنقوم بقراءة هذا الملف الى الفاريابل path ونقوم بطباعة الفايل هكذا. كما تلاحظون فعند طباعة محتوى الفايل فهو بينار على شكل بوفر. فالبوفر فهو قطعة من الذاكرة كما قلت لتخزين محتوى الصور والملفات والنصوص، ويمكن استخدام البوفر لبرمجة بروتوكولات بينار. لقد قاموا بإدماج البوفر نظرا لعدم تمكن لغة جافا سكريبت من التلاعب بالقيم من نوع بينار. فالبوفر فهو إضافة لإغناء لغة جافا سكريبت وإعطائها القدرة على التعامل مع البينار. فتسترينج فهي معرفة على كل البوفرز وتقوم بتحويل البوفرز إلى نص. كما تلاحظون فالقيمة الأولى فهي بوفر، أما القيمة الثانية فهي نص. نقوم بإضافة هذا السطر للتمييز بين القيمتين. فكما تلاحظون هنا يقوم النود بإضافة ثلاثة نقط. فقد يكون البوفر عبارة عن قطعة طويلة من المعلومات ولا داعي لكتابتها كلها إلى الاستد اوت، فيطبع فقط بعض القيم وإضافة ثلاثة نقط، أي أن طبع البوفر إلى الشاشة فهو غير مفيد. في هذا الدرس سنتعلم كيفية إنشاء البوفر وإضافة معلومات إلى البوفر وكتابة معطيات إلى هذا البوفر بصيغ متعددة. فالبوفر فهو بناء، نقوم بحذف هذه الأشياء ونبدأ بالبوفر الخاص بهذا التمرين. نقوم بنيو بوفر و4، فأربعة نقوم بخلق بوفر من أربعة حروف أو 4 أوكتي. فالبوفر فهو مضاعف لـ1 أوكتي أي 8 من البيتات. فعند القيام بكونسول لوج بوفر فإننا نطبع محتوى ذلك البوفر الذي قمنا بخلقه للتو.
فكما تلاحظون فهذا البوفر فهو يحتوي على 4 حروف. يتم تمثيل القيم داخل البوفر باستخدام الهيكزا ديسيمال، وتتراوح القيمة ما بين 0 و FF، وهو ما يكافئ القيمة 0 إلى القيمة 255 بالنظام العشري. مثلا نستطيع كتابة قيمة معينة لهذا البوفر باستخدام بوفر والرايت، فبوفر والرايت يجب تمرير سترينج لذلك البوفر والمؤشر الذي ستبدأ عنده الكتابة وطول هذا النص وتعريف الانكودينج، وهو الطريقة التي ستكتب بها المعلومات لهذا البوفر. قبل القيام بهذا الأمر سنتصفح بعض الدوال الخاصة بالتلاعب بالبوفر. فكما تعرفون فالحواسيب تتعامل مع القيم العددية بصيغتين مختلفتين، فالأولى فهي البيج أنديان والثانية فهي ليتل أنديان. مثلا عند كتابة القيمة 1، إذا أردنا كتابة قيمة 1 على 4 بايتات فإن ستكتب بهذه الطريقة. فالبيج أنديان، فالأصفار فهي على اليسار، هنا نفترض أننا نريد كتابة القيمة على 4 أوكتيف. إذا كنا نريد كتابة القيمة 1 على 2 من البايتات فستكتب بهذه الطريقة باستخدام البيج أنديان. فالبيج أنديان فالأصفار فهي على اليسار، والبيج أنديان هو ما يستعمل لبرمجة الشبكات. لتجربة هذا الشيء سنقوم بكتابة بوفر بوان وتفقد القيمة الدالة المستخدمة، فهي بوفر والرايت انت، أي أننا سنكتب عدد على 16 بيت، و16 بيت فهو ما يكافئ 2 أوكتي أو 2 بايت باستخدام صيغة البيج أنديان. هكذا سنكتب القيمة 1 ابتداء من الأوفسيت المؤشر 0، ونطبع هذا البوفر. فكما قلت لكم سيتم كتابة القيمة على 16 بيت، والأصفار فهي على اليسار. فحتى إذا كتبنا القيمة 255 فإننا سنحصل على 00 والقيمة FF هنا. أما بالنسبة لهذه القيمة فيقوم النود بملء القيم الغير مستعملة، نظرا لأن البوفر فهو قطعة من الذاكرة قد تحتوي على قيم فارغة وقد تحتوي على قيم عشوائية. أما في حالة كتابة عدد أكبر من 255 فإن تمثيل ذلك العدد فهو يتجاوز الخانتين، وأن التمثيل سيمر إلى الخانة الأولى كما تلاحظون. فقيمة 300 ف
فهي صفر واحد اثنان سي. أما بالنسبة للقيم أصغر من 255 فستكتب على بايت واحد، وبما أنها تكتب على 16 بيت أو 2 بايت فإن كتابة تلك القيمة فهي تحتاج إلى خانة واحدة، والخانات الفارغة فهي على اليسار. كما تلاحظون فالقيمة فهي 7 دي. وعند تحويل الكتابة من البيج انديان الى الليتل انديان فان الاصفار تصبح على اليمين. اما في حالة كتابة هذه القيمة على 32 بيت اي 4 حروف فسيتم كتابة واحد هنا وملء 3 الخانات بالاصفار كما قلت لكم. اما في حالة البيج انديان فالاصفار فهي على اليسار. اثنان وثلاثون في حالة كتابة قيمة مثلا فأربعة بايتات فهي اثنان مرفوعة إلى الأس 32، فهذا العدد نقوم بحسابه بالبايثون. أما 2 بايت فهي 2 على بويسونس 16. اثنان مرفوعة إلى الأس 16 فهي 2 على بويسونس 8. فهي 256 وتبتدئ من الصفر. هكذا مثلا لنكتب قيمة معينة، مثلا هذه القيمة سأقوم بنقص واحد لأنها تبتدئ من الصفر. فهذه القيمة فهي تكتب على 2 بايت والأصفار فهي على اليمين، بما أن الترميز المستعمل فهو ليتل انديان كما قلت لكم، فالأصفار فهي على اليمين فهي حالة خاصة. سأكتب هذا العدد لكي نتجاوز الاف اف. فالقيمة فهي اف او اف اف والأصفار فهي على اليمين. إذا قمنا بعكس الترميز فستصبح صفر صفر اف 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 او كما قلت لكم، لقد قمنا بقلب ترميز القيمة داخل الذاكرة. إذا فهمتم هذا المثال فهو مفتاح للتمكن من فهم طبيعة هذه الدول الليتل انديان والبيج انديان. أما بالنسبة للقيم التي تكتب على 1 بايت أو 8
أو 8 بيتات، فهي لا تحتوي على الترميز البيج أنديان والليتل أنديان، لأن القيمة لا تحتاج إلى هذا الترميز، فهي أصغر من أن يتم تطبيق البيج أنديان والليتل أنديان عليها. الآن سنقوم بالتعرف إلى والرايت. فوالرايت تكتب فقط نص إلى البوفر. سأقوم بخلق بوفر كبير نسبيا وكتابة هذه القيمة إلى، أي أننا 1 2 3 4، أي أننا نملأ 4 أوكتي من هذه القيمة. فلاستخدام الورايت نكتب مثلا هلو وولد بوفر. فسنبدأ بالكتابة انطلاقا من الأوفسيت رقم 5. لما لا نضع هذه الجملة داخل فاريابل؟ لكي نتمكن من حساب طول الفاريابل بطريقة سهلة هكذا، والأنكودين لا داعي لتحديده، وسنطبع تلك القيمة FE، فهي انطلاقا من خانة 4. كما تلاحظون فالقيمة الأولى فهي 00 FF FE، وبعد هذه القيمة يقوم بطبع جملة Hello World Buffer. فالأش حرف الأش الكبير فهو 48. نستطيع قراءة تلك القطعة من البوفر باستخدام قبل القيام بهذا الشيء، لما لا نقوم بطبع البوفر والبوفر تو سترينج. البوفر تو سترينج أي أننا سنقوم بتحويل كل هذا البوفر إلى نص. فالقيمة الأولى فستعطينا الحرف المرادف للصفر صفر، كذلك بالنسبة للقيمة الثانية، وما يعادل FF في جدول الأسكي و FE، أي أننا سنحصل على 4 حروف غريبة. والجملة السابقة Hello World Buffer. كما قلت لكم أما الأشياء الأخرى فلقد قام بطبع هذه الرموز، وهي ما يكافئ هذه الأعداد في جدول الأسكي. الآن نقوم بريد بوفر لقراءة هذه القطعة من انطلاقا من البوفر السابق. نقوم ببوفر ريد بوفر سايز بوفر ريد هناك ايضا بعد التوالي كبوفر فيل التي تقوم بملء البوفر بقيمة معينة من مؤشر معين.
بوفر ريد. يمكن أيضا خلق بوفر وملئه في نفس الوقت بقيمة معينة، مثلا نيو بوفر هلو نوت جيس، أي أنه يمكن تمرير قيمة لخلق البوفر وملئه بتلك القيمة. ففي المثال الأول قمنا فقط ب خلق بوفر مع تمرير لاتاي الخاصة بهذا البوفر ريد بوفر هكذا. فهو بوفر يحتوي على جدول من القيم، نقوم ب to string. كما تلاحظون فالأمور تشتغل بنجاح is buffer. نستطيع أيضا القيام بقطع البوفر انطلاقا من قيمة معينة، يقول أن تلك القيمة تقوم بإرجاع بوفر، نقوم ببوفر سلايس، سنقوم بقطع البوفر من 1 2 3 4 انطلاقا من المؤشر 4 إلى نهاية البوفر وهي القيمة 40. read buffer slice to string. إذا كانت هذه الأشياء صحيحة فآخر ما سنحصل عليه فهو هذه الجملة. نعم لقد قام بطبع تلك الجملة، إلا أنه قام أيضا بتحويل ما تبقى في ذلك البوفر إلى ما يكافئه بالحروف. نستطيع أيضا استخلاص قيمة معينة داخل البوفر عند مؤشر معين، مثلا بوفر دو 5، فعند المؤشر 5 فقيمة البوفر فهي 8 48. أما قيمة البوفر عند المؤشر 0 فهي 0، وقيمة المؤشر عند قيمة 3 فهي 255. عفوا فهي 1 0 1 2 3، فهو يحسب من الصفر، فإف أو هي 254. أما قيمة 2 فهي ما يحتوي على 255. فالبوفر هو ما يمكننا من برمجة بروتوكولات بينار
باستخدام منصة النوت جاز. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الخاص بالتعامل مع البوفر، وشكرا.